ورا يا جماعه مصطفى اللوجو يا جماعه حد يشيل اللوجو ده يا جماعه اللوجو أول مشروع رياضي وضع حجر الأساس ليه بعد زمانين مسؤولية كبيرة جدا جدا هو وضع حجر الأساس لنادي ستة كورة لنادي الزمالك فيه ستة كورة المشروع عبارة عن استاد بيساع عندنا المشروعات طبعا كلها 45,000 مستشفى استثماري رياضي مبنى اجتماعي طبعا فخم مع حمامات سباحة سكواش باز تنس أرضي تنس طاولة جميع الألعاب طبعا صالات كاراتيه وجودو يمكن